فعلا مش لو يدلع لازم ضرب. الله يلعن ابوك. لا 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 الله يبارك لك حاج علي. قلت له لا يا ابني حا لا انت وقعت ولا اطلع بص كده اللوجر ده اتعمل اه لوجر خير اللي مش ينفع فيها لا نايله ولا الهقص اللي انت اللي بيتكلموا فيه ده ماشي. بص واحد اثنين ثلاثة.